باش نديرو لها ليكيب العزيزه فيهم عليا كامله ما كنحتشبك بها دوكا وخلاص ليك توسخات من الفوق من تحت ندمرت كاع واش كاين دم بال واحد طلعت بها نصطاد بالرقي موديا نمسيوني شاريها في 2020 غير قول نلبسها غير هي وجامي توسخت لي ما لا بافو عندي اسكوت خليني ندير فيديو عشان ندير فيها سكارا تلف لي كاع واش كنت نهضر عندي بريودا كبيره ما توسخوليش ليتيان بهاد لافاسون كيما نقولوا اسان تكراو شيئا وهو خير لكم راح ندير لكم الطريقه الصحيحه اللي تستعملوا بها البرودوي كلاب باش تنقوا ليتيان تاعكم بون الحاجه الاولى اللي نديروها نضربوها مسحه هكذا على الخفيف باش الغبره هذيك ما تجيش تلصق فيها من بعد نحو لي كوردون باسكو راح نغسلهم في الماشينه لافي ونمسح البلايص هذيك الغبره اللي كانت فيها بين لي كوردون من بعد نجو نابليكيو ديريكت البرودوي والحاجه اللي ننبهكم عليها هنايا ما تكثرش الماء بزاف حتغسل غير بالصابون شيتا قطرها مليح وبدا دير الصابون هكذا من فوق وبدا ترغول اذا شتها ما ترغولتش زيد دير الصابون حتى تبدا التيان تاعك تبان كي تبدا تغسل فيها كتبان بلي تترغول مليح وحق قد ما تقدر انا حنغسلها غير كوش خط وحده تحب تغسلها دو كوش طروا كوش هذيك تولي ليك نتايا انا على الفيديو باش ما يجيش طويل دوكا هكذا حكها كيما قلت لك قد ما تقدر ومن بعد اضربها مسحه ونشوفوا الريزلت كيف كيف اذا كاين فيكم اللي سياها خلي لي في لي كومونتير اذا كاين فيكم اللي مازال ما سياهاش سياها وخلي لي في لي كومونتير تلقاها في الفيديو الجايه ان شاء الله سلام.